قرار واحد ممكن يقلب حياتي. على طول حرام اتذكر ان انا في غار كنت مدمن، كنت عاطى مادة. قرار موقف منه شي حرية. الناس بتفكر انه التعاطي، انا حر بتعاطي. صار بعض حدودي انا اذا بقطع هالخط انا بعض حالي انه عم خاطر. بهذه النهاية السعيدة اراد ضيفنا المدمن السابق ان يبدأ الرواية، لان الاهم بنظره هو القرار والامل. هو الذي ادمن لثماني سنوات قبل ان يخضع لتأهيل لمدة سنة ونصف تقريبا. بلش بحيالة شيء مثل حيالة شاب، يعني جرب شيء، بلش الكول بعدين جرب حشيشة وهيك قصص، صار تتطور لبعد اخر اخر اربع سنين صارت خلص انه ايروين. يعني قبل بسنتين مما روح التأهيل عرفوا انه انا بتعاطى بالبيت. لا ما حدا، ما في اهل بيصدقوا ولا اهل معقول يقولوا انه معقول تصير مع كل الناس بس مستحيل مع ابني. صرت حسة صعبة كتير، صرت حس بتقلق اكتر من قبل. صرت جرب كذا طريقة بين مستشفيات بين حكماء وهيك، لاخر شيء صرت اسمع عن انه في كتير ناس تقول انه ما فيك توقف غير بتأهيل. حكماء قالوا لي كل قرار عنده هدف. أول مرة بحياتي بكون عن جد واعي، أول مرة من زمان كتير يعني بكون واعي عن جد. بعد ثلاثة شهور شفت أهلي أول مرة. أول شيء مثلا تعتذر منهم أكيد، بتعرفش يعني أنت شخص مدمن قاعد مع أهلك ببيت عم تتعاطى قدامه مادة، قدام أمك وقدام بيك، بكون عم بيتشقفوا يعني. الإدمان على المخدرات في لبنان إلى تزايد بحسب إحصاءات غير رسمية، خصوصا في صفوف المراهقين، والمؤسسات التي تقدم التأهيل منتشرة، ومنها مركز أم النور الذي يحظى دون غيره بدعم وزارة الصحة. شخص اللي حواليه، أصحابه اللي هن واعيين بالمشكلة، أهله، محيطه، أقرب أشخاص له إذا هو منه مدرك، يطلبوا اللجوء لإيجاد حل لهالوضع هيدا. في مراكز بلبنان عم يزداد عددها. أنا بش أقول بهالنهار العالمي منيح إنه كلها موجودين هوني، كل واحد بأسلوبه، كل واحد بطريقته. كرم تلفت إلى أن أهم المشاكل التي تواجه مراكز المساعدة والتأهيل هي قدرة الاستيعاب، إلى جانب عدم فعالية حملات التوعية التي تقيمها الدولة. نحن من نور وغير مراكز مثلنا من آمن بأنه الواحد ممكن يقدر يتوصل يوقف كليا عن تعاطي، والحياة بتستحق نتيجة هذا القرار الحرية.